نمرة واحد بس، خليني أقول لحضراتكم كان في كلام على إقالة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام من منصبه، كلام طبعا على خلفية الأزمات الكثيرة المتعلقة في الفترة الأخيرة من عدد كبير من الأندية، مش بس من الأندية اللي بتنافس سواء على القمة أو حتى في القاع في الهروب من الهبوط، لكن في أندية كثيرة جدا بتشتكي من سوء مستوى الحكام السيزون ده بالتحديد. أنا عن شخصي يعني يمكن كنت من أوائل الناس اللي طرحت أو يعني قلت فكرة إنه إحنا في أوقات كتير جدا على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات بنلجأ للخبرات، وليه لأ؟ إحنا بنجيب مديرين فنيين للمنتخبات المختلفة وللأندية بتاعتنا الكبيرة من بره أجانب يعني. طب ليه لأ ما نفكرش في فكرة إنه نجيب رئيس لجنة حكام محترف؟ ودي تجربة مش بنخترعها إحنا، لأ حصلت في دول كتيرة، يعني بتجيب دول بتجيب حكم ليه اسمه ليه تاريخه عشان يعيد صياغة المنظومة، عشان يطور، عشان ينقل خبرات، عشان يعالج مشكلات، عشان يحط رؤية، عشان ممكن يكون عنده اللي مش موجود عندنا فنستفيد من الخبرات دي، وليه لأ ما نجيبش رئيس لجنة حكام أجنبي. الكلام ده أنا قلته من زمان الحقيقة، وقد كان في يوم من الأيام سمعنا إنه كلاتنبرج هيجي يتولى مسؤولية لجنة الحكام، وكانت تجربة كلاتنبرج بحلوها ومرها، ثم بعد كلاتنبرج جي فيتور بيريرا. والسؤال هنا اللي لازم انا ما عنديش اجابه، يعني انا يقينا انا ما عنديش اجابه، بس هو الحقيقه التجربتين لما بتيجي تبص لهم كده بتجد انه عليك انك تطرح على الاقل السؤال، هل فشل او فشلت تجربه استخدام رئيس لجنه حكام محترف؟ يعني سواء كان كلاتنبرج الاسم او بيريرا الاسم، هل التجربه دي فشلت؟ هل التجربه دي ما كانتش الحل لمشكله التحكيم عندنا؟ ولا الجزء الثاني من السؤال بقى، هل تم افشال التجارب دي عمدا؟ يعني احنا مش عايزين حد اجنبي، احنا اي حد هتجيبوه اجنبي مهما كان اسمه مهما كانت خبراته مش هيمثل اضافه، بالعكس احنا بناكد لكم انه التجربه فاشله من قبل ما تبدا. اجابه السؤال مش عندي. بالمناسبه اقتراحات اللي كانت مرتبطه بفكره اقاله بيريرا، النهارده اتحاد الكره قال لك مش هنقيل بيريرا، فيتور بيريرا مستمر مع اتحاد الكرة في لجنة الحكام حتى انتهاء فترة عقده المفترض تنتهي في شهر أغسطس، هو بيتقاضى أجر شهري حوالي 18,000 دولار، وبالتالي فاضل له شهرين، لو أقلناه النهاردة هياخد 40,000 دولار ويمشي، يعني هياخد أكتر من المتبقي له بشكل رسمي، فإزاي نمشيه؟ وهو طبعا منطقي جدا، راجل لو قعد اشتغل الشهرين اللي جايين هياخد 36,000، لو مشي النهاردة هياخد 40,000، طب ما يشتغل وياخد أقل. لكن في النهاية هي مش قصة فلوس، مش قصة مادة، قصة لما تيجي تحاسب النهاردة على فاتورة التحكيم، هل بيريرا لوحده اللي يشيل القصة؟ طبعا يعني قطعا قطعا لا، لأن القصة هنا مش قصة رئيس لجنة حكام. أنا امبارح شفت، وسيبك من ماتشات البطولة، يعني طبعا أنت ما فيش نادي تقريبا 18 نادي بيلعبوا، أعتقد أكتر من 50% من النوادي اللي بتلعب في بطولة الدوري المصري، يعني بتتكلم في 9 أو 10 أندية تقدموا بشكاوى مرارا، مش مره ولا اتنين، ده مرارا وتكرارا، متعلقه بسوء مستوى التحكيم وبالتاثير السلبي للتحكيم المصري على نتائج المباريات. ويقال انه في احصائيه طلعت بتقول انه 33% هي نسبه اخطاء التحكيم المؤثره تاثير مباشر في نتائج المباريات. هل بيريرا يحاسب على الفاتوره؟ بيريرا او غيره، يعني هل رئيس لجنه الحكام يحاسب على الفاتوره؟ ولا في حقيقي مشكلة عندنا حقيقية في التحكيم؟